جد مشينا في المدينة، فهذه المظاهر داروها واحد الناس، اللي عايشين في المدينة. يعني غادي نخرجوا من هنا، غادي نسرحوا عينينا في هذه الجهة ديال اسم القبلة، ونشوفوا واحد العمارة طالعة. الناس يعني القدام بناو ار بلس 2، وشي واحد تفاجاتو الفكرة بنا ار بلس جو سيفاكو مع شحال، غطى على الواد. وبالتالي الجمالية ديال المدينة ولا الجمالية ديال المنظر مشات. فشكون اللي دار هادشي؟ حنا. وبالتالي الشخص اللي فكر بهذا التفكير هذا فعندو واحد التلوث فكري. ملي كنمشي في المدينة، كنتمشى مع الأصدقاء ديالي ومع والدتي، وهي كنشوف هذا النوع ديال المظاهر، احتلال الملك العمومي. بالنسبة لي هذا نوع من التلوث الفكري. انت جالس واخد القهوة وشاد فيها ومصلح رجليك ومخلي عباد الله السيدة والمعاق والوليد يمشي في قلب الشارع باش يسكتوا واحد ديال السيارة. هذا بالنسبة لي تلوث فكري. فربما يعني الندوة الإخوان الله يجزيهم بخير مشاو فيما يعني الجانب البيئي والتربية وهذه النفايات، ولكن دغيال هذا الشيء كله لا في إطار التدبير المالي ولا في إطار ولا في إطار التعامل ديال الجماعة الجانب السياسي إلى آخره، ولا حتى من الناحية التربوية. يعني ما وراء هذا الشيء كله هناك خلل فكري اللي ربما خصو مدة طويلة يعني يتصلح. هذه مسألة بالنسبة لي مسألة مهمة جدا، وشكرا.